وصلنا الآن إلى وقفتنا الرياضية. بالطبع رجائي رمزي معه أخبار الرياضة بالتفصيل إليك. شكراً نهى، شكراً ريهام. مشاهدين أخبار الكرة والملاعب نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الرياضية. أهلا بكم مشاهدينا. فاز النادي الأهلي على مضيفي في مصر المقاصة بأربعة أهداف دون رد، ذلك في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم. بهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 8 نقاط فقط، يحتل بهم المركز 15. في البطولة ذاتها تغلب إمبي على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف، بهذا الفوز يرفع إمبي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، هو نفس رصيد الاتحاد السكندري الذي يحتل بهم المركز السابع. ما زلنا مشاهدين مع الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة ومضيفي سيراميكا كيلو باترا، بهذا التعادل يرفع غزل المحلة رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، هو نفس رصيد سيراميكا كيلو باترا الذي يحتل المركز التاسع متفوقا وبفارق الأهداف عن المحلة. نهاية مشاهدين هذه الأخبار الرياضية، عودة مجددا إلى نهى ورهام. إليكم. شكرا رجائي.